مع كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى دير البلح. طبعا كان النزوح صعب وشاق جدا. وصلنا إلى مدرسة دير البلح مع الناس بشكل عام. طبعا كانت من باب المسؤولية المهنية التي ألقيت علينا نحن كمدرسين أن نوجد مبادرة تعليمية في مجال اللغة العربية من أجل خروج الطلاب من الكبت ومن الخوف والرعب والذعر، من باب التنشيط، من باب التعلم باللعب، من باب تعليم اللغة العربية، ندربهم على القصائد، الشعر، النثر. هذه جميع هذه الأشياء من أجل إيصال المعلومة ومن أجل التفريغ النفسي لجميع الطلاب والطالبات. وقد كان هناك إقبالا شديدا ورائعا من قبل الأهالي والجمهور من النازحين من حيث إقبالهم على التعليم والعلم. طبعا ونحن نتمنى أن توقف هذه الحرب الصعبة على أبناء الشعب الفلسطيني. يلا مع بعض، العلم نور والجهل ظلام. العلم نور والجهل ظلام. الهدف من مبادرتي هو عملية تواصل الطلاب والتفريغ النفسي وتواصلهم بالعملية التعليمية برغم القصف والدمار والحرب على جميع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. طبعا كان إقبالا راقيا ورائعا من قبل الجمهور، وكل الشكر كذلك للقائمين على مراكز الإيواء من خلال تشجيعهم لهذه المبادرة، وقد لاقت إعجاب يعني كل الجمهور في مراكز الإيواء. أنا عن جد نفسي نرجع على الدار ونرجع مدارسنا وتخلص الحرب، لأنه هنا الأستاذ قاعد بدرسنا وبنقرأ وبنكتب، بس لما نرجع مدرسنا بنقرأ في المدرسة وبنكتب وبنحكي حروف ونقرأ أرقام. خصفوا بيوتنا وإحنا في المدرسة لازم نتعلم ولازم نجتهد ولازم نضلنا محافظين على القراية ولازم نكتب، لازم ندرس عشان نجتهد في القراية والكتب كل شيء. القمر، الكرة، الوردة، العجلة، الباب، الولد. أكبر سكبلة إلها سكبلة ممتازة. الثعلب، الدب، الزرع، السكر، الشارع، التمر. أكبر سكبلة إله سكبة كبيرة. طبعا من خلال هذه المبادرة نحن نسلط الأضواء للطلاب وتذكيرهم بالعلم حتى لا ينسوا التعليم وحتى لا ينسوا المذاكرة، وأن تبقى الذاكرة لديهم يعني مستمرة وإبداعية. وكذلك هذه المبادرة أتت لتفريغ النفسي والعاطفي للطلاب من خلال الخوف والإرباك. نحن نجعلهم يقرؤون علينا ويسردون القصص الجميلة، ونستخدم معهم التعلم باللعب كذلك، ونستخدم معهم القصة والدمية والمسرحية والتفريغ النفسي من خلال كمان الأغاني الوطنية، الأغاني التعليمية بشكل عام.